مساء الخير. امبارح كان حفل زفاف او عقد قران الامير الحسين على رجوة آل سيف من المملكة العربية السعودية، والحقيقة خلق روح من البهجة والسعادة في العالم العربي، وتم وصفه في الصحف العالمية بالزفاف الأسطوري. وطبعا أنا متأكدة إن السنوات القادمة هيكون ده له مردود كبير جدا على الأردن في اتجاه السياحة، لأنه حقيقي قدم واجهة مشرفة عن الدول العربية، غير الصورة اللي بيتم تصديرها ونشرها طول الوقت. طبعا في ناس كتير كانت بتتكلم عن تكلفة الحفل، و هو ببساطة لكن ثراء في الشكل العام للعائلة المالكة. لكن الحقيقة ان انا اتحدثت بشكل مباشر مع بعض الاصدقاء الاردنيين، وقالوا ان بالرغم من ده لكن العيلة المالكة ليها مكانة خاصة جدا في قلوب الشعب، وكلهم فرحانين لحفل الزفاف ولا يرضون بأقل من هذا المستوى أن يكون ممثل لهم. وقالوا لي كمان الأصدقاء إن إحنا مش دولة عادية، دي المملكة الأردنية الهاشمية، ودي ليها قيمة كبيرة جدا، وإحنا كشعب بنحب العيلة المالكة وراضين جدا عن هذا الحفل. فربما احنا بننظر بشكل مختلف، لكن اؤكد لكم ان الشعب الاردني حقيقي سعيد، ومش هما بس، حقيقي كل العالم العربي. ممكن تتابعوا السوشيال ميديا علشان تقدروا تشوفوا قد ايه الناس فرحانة. كمان الجيل الجديد، يعني اللي هم الجيل المراهقين اللي ما شافوش مثلا حفل زفاف الملكة رانيا أو أي احتفال ملكي بزفاف، وخصوصا أمير شاب يتابعوا لأول مرة التفاصيل، أكيد ما قعدوش شافوا حفل الزفاف، لكن على التيك توك وعلى المنصات الأخرى مقتطفات منه. حقيقي أنا ولادي جايين منبهرين، يعني هم نفسهم بقوا بيجوا يقولوا لي معلومات، وأنا شايفة إن دي حاجة كويسة جدا. والروح العامة للملكة رانيا والملك عبد الله وأبنائه وبناته حقيقي حاجة بتدل على عيلة قد مسؤولية إن هم يكونوا ملوك في استقرار، مفيش حاجة فضائح أو حاجات معيبة أو مشينة أو حاجات خلقية تمسهم ممكن الناس تتداولها أو تسيء لهم. فأنا يشرفني كعربية إني أكون أشهد هذا الاحتفال، وكنت سعيدة جدا، وحبيت أنتهز الفرصة إني أهني الأصدقاء الأردنيين. خلينا ندخل مع بعض في نرجع للأحداث اللي بتحصل في مصر، وأنا حبيت أسلط الضوء على حاجة مهمة جدا حصلت اليوم. فيديو انتشر الصبح من ليبيا، أفواج كبيرة من المصريين ماشية تحت حماية عربيات عسكرية. قالوا إن العدد الضخم ده قرابة 5000 مواطن أو شاب مصري، أغلبهم مصريين كانوا متواجدين داخل مستودع، ومن خلال عملية عسكرية تم الهجوم على هذا المستودع، وكانوا متجمعين هناك بهدف الهجرة الغير شرعية. انت شايف الأفواج كبيرة جدا لدرجة زي ما حضراتكم شايفين انت مش عارف العدد ده هيخلص امتى. وحسمعكم دلوقتي احد الشباب وهو بيقول يا جماعة ما حدش فيكم يسافر على ايطاليا، لانه واضح ان يكون ان التهريب بعد ما بيدفع فلوس المهربين بياخدوهم وبيجمعوهم في مستودعات، وده اللي احنا سمعنا عنه قبل كده في افلام وثائقية كانت بتوثق الانتهاكات اللي كانت بتحصل للمهاجرين الأفارقة اللي كانوا بيجمعوهم في أماكن غير آدمية، وكانوا بيتعرضوا للتعذيب والضرب. طبعا زي ما انتم شايفين الأعداد كبيرة جدا جدا، والحقيقة أنا مش قادرة أتخيل الأعداد دي كلها
لما هترجع مصر هيبقى وضعهم ايه، ولكم ان تتخيلوا اشكالهم طبعا البسيطة قد ايه اهاليهم دفعوا وكلفوا واستلفوا واتدينوا وباعوا علشان على امل ان هم يطلعوا بره البلد. طبعا اللقطة دي هيتم احتسابها ان بالتعاون العسكري ما بين مصر وليبيا، هناك سيطرة على الهجرة الغير شرعية كما وعد الرئيس الحالي. لكن طبعا أنا بيهمني في المقام الأول الشباب المصريين اللي عايزين يطلعوا برا البلد، اللي فاقدين الأمل إن هم يقدروا يكون عندهم دخل يفتحوا بيه بيوت ويتجوزوا ويدعموا الأسر بتاعتهم الفقيرة. يا جدعان ما حدش يحاول يطلع إيطاليا تاني يا جدعان، أهو إحنا راجعين أهو، البرود أهو أهو، والله الحمد لله إن إحنا وصلنا للجيش المصري ده. الحمد لله الحمد لله والله أهو، الناس كلها مش عارفين نعمل إيه أهو، والله ما عارفين نعمل إيه. نشوف مع بعض الموضوع وصل لإيه. الفيديو الصادم جدا بالنسبة لي إن أحد الأطفال اللي هو عمره 8 سنين كان موجود مع هؤلاء الشباب، وتم اقتياده إلى مركز شرطة، والضابط كان حزين جدا عليه وقال استجوبه قدام الكاميرا وقال إن هو بيشتغل في تهريب الدخان وبياخد في النقلة أو في المجموعة اللي تقريبا 10 علب بياخد 300 جنيه. خلينا نشوف مع بعض الفيديو الحقيقي، يعني اتأذيت منه كتير وأنا حبيت أني ألقي ضوء على هذا الحدث علشان الناس للأسف مش متابعين كل الأخبار اللي بتحصل. قلت لك وتودي فيها للسلوم الدخان، تاخذ فيك كم 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 ستيك؟ تاخذ 10 ستيكات، تاخذ فيهم بيس 300 جنيه ليبي ولا مصري؟ 300 جنيه مصري تودي فيه نعم سلوم عليك العيد، ولا مره هك مره سياره مره عليك العيد تجي كم سياره. وانت سكنت في السلوم وباتك وين باتك؟ ها؟ بدك مريض في الحوش؟ وعندك اخوت كبار ولا ما عندكش؟ ما عندكش اخوت كبار، انت اكبر واحد؟ عندي اخ واحد بس اكبر مني. فايش يشتغل؟ فايش يشتغل؟ يشتغل في الدخان. عندك مال تقول يا ولدي؟ ما اللي قال لك عدي؟ ما قال لك عدي مساعد؟ ما اللي قال لك اشتغل في الدخان؟ ها؟ باتك ما يعرفكش منك ماشي للمساعد؟ وهذه أول مرة تجي ولا دي مجي أنت؟ دي مجي؟ ومعك جواز، معك بطاقة، معك حاجة؟ معك لا شيء، وتجي كيف مع الزمرك المصري؟ ولا تلف في الزمرك المصري؟ عقليا يجي. جم مع الصحراء؟ ما تخافش ما تخافش. خافش ما تخافش. تو نودوك الباشا. عندك كلمة تقول يا فندي؟ الله المستعان. الله المستعان، نحن صعب علينا لما نبص. كيف عمرك كم سنة يا باتي؟ 8 سنين. انت تقرا ولا ما تقراش؟ انا قراش. انت قراشي؟ سباطك وين سباطك؟ نسيت في الحوش. جاي من السلوك حفين ولا ايش؟ لا ما في كان ما في. الله المستعان. طبعا فيديو مؤلم بالنسبة لي أنا فوق الوصف. الضابط مش مصدق اللي هو شايفه، صعبان عليه جدا. الولد عنده 8 سنوات بيهرب دخان من المساعد للسلوم. طبعا يا ريت ما نعملش متفاجئين، لان احنا عارفين ان جوه مصر في اطفال كتير بيشتغلوا في شغلانة تهريب المخدرات وتداولها وبيعها. لكن ان هو يطلع يوصل بيه الحال انه يطلع على الحدود ويطلع من السلوم لغاية المساعد ياخد من هناك دخان ويرجع ورايح وجاي وتبقى دي شغلته وهو عنده 8 سنين بدل ما يتعلم، طبعا المفروض ان الولد ده يتسلط عليه يعني تسليط اعلامي ويتعرف مين اهله، ووزارة التضامن الاجتماعي
تكفله أو تشوف يتم إيداعه في أحد المؤسسات الرعاية المضمونة الموثوق فيها زي معانا الإنقاذ إنسان، أو يتم احتواء الولد. وطبعا هو زي ما انت شفت هو حتى قاعد حافي، تم اقتياده من غير حتى ما يلبس حاجة في رجله، مخضوض خايف، تجربة بشعة، محدش عارف كمية الانتهاكات أصلا اللي هو تعرض لها عبال يعني في مرحلة تهريب الدخان واتقبض عليه. الضابط باين عليه يعني حزين جدا على الولد، عمال يقول الله المستعان الله المستعان، لأن طبعا هو روح ومسؤولية كبيرة. فحاجة صعبة جدا، وأتمنى أن يتم التسليط الإعلامي على هذا الولد.